يقول: أنا شاب أدرس بالسنة الرابعة بإحدى الدول الأوروبية، وفتنة النساء هناك عظيمة، لذا تزوجت بمسلمة من تلك البلاد في السنة الثانية من دراستي بدون موافقة أبي الذي كان يمنع فكرة زواجي أشد الممانعة، ثم رزقني الله بولد، فلما أخبرت ازداد غضبه علي وقال: أنا أرسلتك لتدرس لا لتتزوج وتنجب، وقال لي: لن أزيد مصروفك دولارا واحدا. السؤال: هو زوجتي الآن حامل للمرة الثانية ولها شهر، فهل يجوز لي أن أمرها بالإجهاض حتى لا يغضب أبي؟ وهل الإجهاض في هذه الفترة المبكرة قبل أن يتم الحمل 4 أشهر جائز؟ أفتونا مأجورين، وما هي نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا، علما بأن زواجي كان من أكبر الأسباب التي أعانتني على حفظ ديني في تلك البلاد. أبوك مخطئ في هذا، زواجك في حفظ لعرضك وحفظ لدينك، فأنت أحسنت في هذا، وأبوك مخطئ في كونه يتشدد هذا التشدد، فاستمر على زواجك ولا يجوز لك الإجهاض، بل تبقيه، لا سيما وأنها مسلمة، فأبوك هو المخطئ وأنت مصيب، فعليك أن تقنعه وتبين له أنه مخطئ، أنه ما يجوز له يمنع شيئا أحله الله عز وجل وفيه منفعة لك وحفظ لعرضك وحفظ لدينك. نعم. قل إجهاض يا شيخ. ما يجوز الإجهاض، الإجهاض ما يجوز. نعم.